فالحكام المغاربة تعرفون بأن الآن يستعدون للاختبار للبطولة الاحترافية التي سوف تنطلق يوم 25 غشت يوم 25 غشت أتعرف انطلاق البطولة الاحترافية فالفرق تستعد فهناك مقابلات اعداديه وحبيه بين الفرق هناك ميركاتو هناك انتقالات هناك منع فحتى الحكام بما انهم لهم دور مهم في المنظومه وفي البطوله الاحترافيه فدخلوا يوم 14 غشت الى دوره تدريبيه بمركز او بمركب محمد السادس لكره القدم المتواجد من مدينه سلا هذه الدوره المده ديالها سته ايام وسوف يغادرون يوم الاحد 20 غشت النخبه واحد والنخبه جوج غدا تدخل يوم الاثنين ان شاء الله في دورة تدريبية بنفس المركز تحت إشراف أطر وخبراء التحكيم المغربي بالتوفيق للحكام المغاربة نتمنى إن شاء الله بداية موفقة في البطولة الاحترافية التي سوف تنطلق يوم 25 غشت إن شاء الله